يعطيك العافية جميعا. احنا وصلنا على الفيديو رقم 4، بدنا نحكي بالانتي ادرينيرجيك. له اكثر من اسم، اسم ممكن اسم باثو لايتكس، يعني الادوية اللي بتعاكس يعني الادرينيرجيك سيستم. القاعدة كمان مرة، هون أنا بشتغل عكس النور إبنفرين أو عكس الإبنفرين، فكمان مرة من الضروري جدا أعرف الأكشنز على الفاندمنتال أورجنز، وبالتالي أنا لما بدي أعطي الأنتاغونست أو البلوكر أو الإنهبيتر أنا بدي أعرف شو راح أنا أعمل أكشنز. من أهم الأكشنز هم كتير كتار بال يعني الأدرينرجيك سيستم. طبعا الهارت راح يزيد الهارت ريت والكونتراكتيليتي، يعني بوزيتيف اينو تروبيك بوزيتيف كرونو تروبيك افكتس. هذا الاكشن الطبيعي تبع النور ابينفرين او الابينفرين او يعني الادرينالين. اوكي، لو نحكي على اللانجز مثلا، كمان من الميجر اورجانز اللي بتهمنا احنا، راح يعمل برونكو دايليشن. طب كيف بيعمل الشغل هاد؟ اكيد بنعرف انه هذا السيستم الادرينرجيك بيشتغل ثرو اتس ريسبتورز اللي هو موزعين بكل الجسم، وموزعين بشكل كتير اكبر من المسكارينيك والنيكوتينيك. عندنا الالفا ريسبتورز والبيتا ريسبتورز، وشفنا اول انه في عندنا تيبل كان وفيها الالفا والبيتا. الالفا عندنا الفا 1 وعندنا الفا 2 ريسبتور زي ما شفنا، وبيتا عندنا بيتا 1 بيتا 2 وبيتا 3. طيب لو شوي نزلنا راح نيجي نطلع عليهم بشكل واضح. لو اخذنا غيرنا اللون الازرق وعملنا خط، نحكي على الالفا حنحطه باللون الابيض الاحمر. الالفا اكثر شيء افيلبل في البلد فيسل، وتحديدا الالفا 1، لانه الالفا 2 هو بري جانجليونيك، يعني بالسي ان اس بالبري جانجليونيك ريسبتور الالفا 1. طيب الاندوجينس لايجند او الاندوجينس موليكيول اللي هو النور ابينفرين، لما يجي يعمل اكتيفيشن كونه الاجونست الطبيعي للالفا 1 راح يعمل كونتراكشن في السموث موسلز، يعني راح يعمل فازو كونستريكشن، هيعمل فازو طبعا زي ما بنعرف كونتراكشن. طيب بالتالي راح يرفع البلاد بريشر طبيعي. يعني انا اذا بدي افكر اني انزل الضغط، يعني to lower the blood pressure، الناس فكرت وعملت وكان مزبوط الحكي. اجوا اخترعوا كلاس من الميديكيشنز اسمهم الفا 1 بلوكرز، فانا راح اجي اعطي الفا 1 بلوكر او الفا ادرينرجيك انتاغونست. الالفا بلوكرز هم اكزامبلز كتير كتار مشهورين، يعني عندنا واحد اسمه دوكسا زوسين وعندنا بنتازوسين. طيب يعني هدول الانديكيشن المنطقي لازم يكونوا بالهايبرتنشن، لانهم بيعملوا عكس اللي عملوا النور ابينفرين. هدول بيعملوا بلوكينج للالفا 1 ريسبتور اللي على البلود فيسل، بالتالي بيعملوا سموث مسل ريلاكسيشن، بالتالي بيعملوا فازو دايليشن. هو بصراحة مظبوط الحكي، وبيعملوا دروب في البي بي، بس بصراحة مش دراجز اوف تشويس. ليش؟ فيرست اوف اول القاعدة بتحكي لك انه انا لما اعمل رابيد فازو دايليشن انا ممكن او راح اللي بيصير انه انا بعمل ديكريز سريع في البلاد بريشر، بالتالي بصير في هايبوتنشن. فالمرضى اللي بلشت بهاي الميديكيشنز من زمان كان عندها شيء اسمه فيرست دوز هايبوتنشن،
آسف أرجع أغير لضبط ال okay sorry كان يعمل first dose hypotension لأنه بأخذ الميديكيشن بنزل الضغط بسرعة البيشن بيدوخ أوكي هلأ إحنا إذا بدنا نكمل على هيك معناته رح يعمل دروب في البلد بريشر اللي سميناه فيرست دوز هايبوتنشن له اسم تاني اسمه التاني بوستورال هايبوتنشن وإله اسم ثالث اورثوستاسيس او اورثوستاتيك هايبوتنشن اورثوستاسيس طيب شو الحل؟ الحل كان انك بدك تعطيه على البيت تايم لانه عشان هو البيشنت راح يفوت ينام طب هل في سايد افكتس ثاني غير هذا؟ في كان بيعمل هيدكس وبيعمل شيء اسمه ريفلكس تيكيكارديا ايش الريفلكس تيكيكارديا؟ لو باجي بنزل شوي لو نزلنا وطلعنا عليها اكثر لما انا بعمل دروب في البلاد بريشر تلقائيا الهارت راح يبلش يعمل كومبنسيشن بده يرفع الضغط اللي انا نزلته فراح يعمل انكريز في الهارت ريت بنسميها اكيد تاكيكارديا ولانه التاكيكارديا اجت من الديكريز في الضغط فسميناها ريفلكس تاكيكارديا فمعناته الالفا 1 انتاجونست او الالفا بلوكرز بتعمل فيرست دوز هايبوتنشن او البوستورال او الاورثوستاسيس كمان بتعمل هيدك لانه فازو دايليشن بكل الجسم بيعمل لك فلاشينج وبيعمل هيدك وبيعمل ريفلكس تاكيكارديا شو كمان مهم نعرف؟ مهم نعرف انه باي تايم لاحظوا انه المرضى الميلز اللي عندهم بناين بروستاتيك هايبربليجيا يعني انه تضخم في البروستيت اللي عندهم سيمتومز معينه رح نحكي فيها بأذر تايمز ان شاء الله لما اخذوا الالفا 1 بلوكرز السيمتومز تحسنت فعرفوا بعدين انه في عندي مستقبل او انه ريسبتور اسمه الفا 1 اي ريسبتور هذا الريسبتور موجود بالسموث ماسلز في البروستيت وبالتالي باي تايم طوروهم للدوكسازوسين والبندازوسين طلع لنا نيو ميديكيشن اسمه تامسولوسين هذا سيلكتيف الفا 1 اي انتاجونست يعني الانديكيشن او الاستخدام تبعه التامسولوسين هو بالبي بي اتش وليس في الهايبرتنشن فنلخص الموضوع الالفا 1 بلوكرز هي ادويه تشتغل على الالفا ريسبتور في الـ يعني بلاد فيسل تعمل انتاجونايزنج للنور ابينفرين بالتالي بتعمل فازو دايليشن تعمل دروب في البي بي هذا الدروب مش كتير احنا بنحبه لانه راح يعمل لك الهيدك والفلاشينج والتاكيكارديا او الريفلكس تاكيكارديا زائد حيسوي لك الفيرست دوز هايبوتنشن الادويه هاي اولد استخداماتها في البي بي اتش واكثر واحد سيلكتيف اسمه تام سولوسين طيب اذا احنا بتصور خلصنا الالفا انتاجونيستس الالفا 1 هلا الالفا 2 انتاجونيستس يعني ماينر امبورتنت يو كان ريد ات ان يور بوكس مش يعني كثير صعب الموضوع طبعا بس عشان نذكر الالفا 2 لما بيكون اكتيفيتد عن طريق النور ابينفرين بيشتغل انتي ادرينرجيك فالالفا 2 انتاجونيست بيشتغل لك ادرينرجيك يعني في دواء اسمه يوهيمبين هذا الفا 2 انتاجونست يعني راح يرفع الضغط طيب خلصنا من الالفا ريسبتر راح انزل عشان اخذ البارت الثاني واللي اسمهم البيتا نعمل خط نعمل بيتا انتاجونست
beta antagonists أو beta blockers أو beta adrenergic antagonists زي ما بدك. طبعا القاعدة كمان اللي عندي الأورجنز لازم أعرف البيتا وين هي الميجر أورجنز اللي بشتغل عليها. طبعا عشان بس نكون إحنا سبيسيفيك ونكون واضحين ونكون نوصل المعلومة رح نشرح الميجر بوينتس. البيتا 1 والبيتا 2 أهم إشي عندي. البيتا 1 موجود بالهارت، البيتا 2 موجود باللنج. كمان مرة النور ابنفرين أو النور يعني أدرينالين لما بيجي بيشتغل هون بيعمل لي increase في الهارت ريت، increase في الكونتراكتيليتي، وعلى البيتا 2 بيشتغل لي بيعمل لي برونكو دايليشن. زي ما حكينا بالفيديو رقم 3 إنه البيتا 2 أجونست هم drugs of choice في حالات الأزمة. طيب يعني أنا ليش بدي أعطي البيتا بلوكر؟ طبعا أنا نسيت أحكي لكم إنه البيتا 1 كمان موجود بالكدني، وهاي مهمة كتير. البيتا بلوكرز هم أدوية كتير مهمة very famous medications و they are used more commonly أكتر كتير من الألفا بلوكرز. هلا هنشوف. طيب خليني أفترض افتراض. افتراضنا بحكي إذا patient عنده أزمة، مريض إذا عنده أزمة يعني عنده برونكو كونستريكشن، يعني لازمه اصلا الدراج اوف تشويس انه يكون البيتا 2 اجونست زي الفنتولين او السل بيوتامول. اذا اخذ البيتا بلوكر شو رح يصير؟ عشان نجاوب صح لازم نعرف البيتا بلوكرز ايش هم اصلا. البيتا بلوكرز لو بدي انزل شوي، البيتا بلوكرز هم يا بدهم يكونوا نون سيلكتيف non-selective او بدهم يكونوا selective. بفرق معك، بفرق كتير. اذا مريض ازمه واخذ non-selective beta blocker، non-selective beta blockers يعني beta blocker يعني راح يروح يعمل بلوك للبيتا 1 والبيتا 2 والبيتا 3. طيب السؤال يعني شو اللي خلى مريض الازمه يجي ياخذ البيتا بلوكر؟ انا بقول لك بيكون عنده تكيكارديا او عنده هايبرتنشن وبوست ام اي اكسترا، فصار في عنده انديكيشن هذا المريض ياخذ البيتا بلوكر. لانه انا لما اعطي البيتا بلوكر هدفي اشتغل مع البيتا 1 انا، اوكي؟ بس هذا نون سيلكتيف، يعني راح ياخذ البيشنت الدوز راح تروح تعمل بلوك للبيتا 1 زي ما انا بدي، بس راح تروح تعمل بلوك للبيتا 2. طب وين المشكله؟ لا هو ما في مشكله، المشكله اذا البيشنت عنده ازمه. البيشنت عنده ازمه هو اصلا برونكو كونستريكتد وعنده سيمتوم شورتنس اوف بريث وويزنج وكف اكسترا، واخذ بيتا نون سيلكت يعني نون سيلكتيف بيتا بلوكر راح تعمل بلوك على البيتا 2، يعني راح تعمل مور برونكو كونستريكشن، رح تعمل له exacerbation في السيمتومز، حتعمل worsening في السيمتومز. يعني هون في عندي بنسميه contra indication. ف يعني contra indicated اللي هم non selectives بالازمه. طيب طب مريض عنده ازمه وعندي indication لازم استخدم البيتا بلوكر، بنروح مع selectives. سيلكتيفز لهم اسم ثاني كارديو سيلكتيف او يعني بيتا 1 سيلكتيف. بيتا 1 سيلكتيف. فاول اختلاف في البيتا بلوكرز بالسيلكتيفيتي. طيب لو كملنا شويه حكي على النون سيلكتيفز، هل الازمه هو الكونترا انديكيشن او الكوشن الوحيد؟ لا، في كوشن ثاني عندي بالديابيتس. ليش؟ ناخذها من الاول، يعني الابنفرين او النور ابنفرين كاندوجينس اجونست من شغله انه يعمل لك انكريز في الشوجر سينثيسز او انكريز بال يعني جلوكوز سينثيسز، ف
فبعمل لك هايبر جلايسيميا، لانه حكينا هذا في الفيديو الثالث انه هذا الفايت اور فلايت، فهو بده انرجي، بده شجر، بده جلوكوز تو فايت. طيب البيتا بلوكر النون سيلكتيف راح تعمل هايبوجلايسيميا، وهون البيشنت انا لازم اعمل له تايت ريشن في الهايبرجلايسيميا. بس اذا صار عنده هايبوجلايسيميا مشكله، فاول مشكله انه بيعمل لي هايبو جلايسيميا، يعني بيعمل لي انتر اكشن مع الدايابيتس، طبعا تايب 1 او تايب 2. هلا في مشكله ثانيه، المشكله انه مرات البيشنتس وذ تايب 1 اور تايب